هاي مشاهدينا، مكملين معكم بفقرة باتس. بفقرة باتس اليوم رح نحكي عن موضوع يمكن صرنا حكين فيه عنه شوي قبل، بس حابة انه نرجع نكرره لانه لو قد ما نحكي فيه منه إناف. قرب كريسمس، ومثل ما بنعرف في كتير اشخاص بتحب انه تهدي كليب او بسينات على كريسمس، بس للأسف بيكونوا مش عارفين المسؤولية اللي لازم ياخدوها قبل ما ياخدوا هذا القرار، لأنه البات بالبيت موجود بده كتير اعتناء وبده كتير اهتمام وبده بادجت. فنحن اليوم حنرجع نذكركم شوي بالتبس اللي لازم تعرفوها قبل ما تجيبوا البات، إن كان مادياً الوقت، والبات إذا جبناه على البات على البيت شو لازم نعمل كرمال يكون عم بيربى عنا وما نتضايق منه بعد شهرين مضطر نكبه على الطريق، لأنه في نسبة كلاب كتير كبيرة شاردة صارت على الطريق، لا شلترز عم بتلحق ولا الترينرز ولا الفاتس، يعني عن جد عم بيكون العدد كتير كبير. معي حنا أنطون اليوم رح نحكي أنا وياك. هاي حنا، كيفك اليوم؟ يعني مثل ما كنت عم بقول، الأشخاص تتحمس شوي على كريسمس، ابني بده، بنتي بدها، بيروحوا بيشتروا أو بدي أدابت أو ما بعرف منين بيجيبوا الكلب، وآخر شيء ما بيعرفوا المسؤولية الكبيرة. بعد شهر شهرين بيقولوا نحن مش قادرين نتحمل، بيحملوا الكلب يا بيشوفوا لمين بدهم يعطوه يا بيخلص الكلب على الطريق. اليوم شو قديش أهمية إنه واحد يعرف المسؤولية اللي بده يجيبها على بيته؟ اليوم خاصة اللبناني بده يفهم إنه الكلب منه لعبة، وما فيك تقول له أنا جيبكم كادو، ما بتزبط، منه كادو. يعني بدك إذا ما بدك تعتبره فرد من العائلة ما تجيبه. اليوم بيقول لك أنا اليوم الكلب عم يعمل كاكا، عم بوسخ، عم بينتف، طب جيب بلوش، جيب لعبه بلاستيك، جيب تسلي اولادك فيها. للاسف انا ضد انك تشتري، انا مع انك تو ادوبت. صح. اليوم انا ريسكيور، عم نمي كلاب عن طرقات صغيره وكبيره، اذا حدا بده كلب يتواصل مع الجمعيات يجيب كلب. اوكي، وبصفتي انه انا ترينر، انا كل الكلاب يلي بلمهم عن الطرقات انا بدربهم تيروقوا تقدر حطهم عندي ببي كاكا بوتي تريني، كل شيء تمام رواق، بسلمهم لاشخاص كادو فور فري. بس اذا ما بدنا نتعاون مع بعضنا كارثه، يعني ما عم نلحق كلاب فلتي على الطرقات، يعني صحيح. بيخلص العيد اوكي بيزهقوا الاهل بكبوا على الطريق. وبعدين في شغله مهمه كمان غير انه قصه بيزهقوا، بدكم تعملوا حساب كمان انه في كتير اشخاص عندها الرجيز على وبر البسينات وبر الكلاب. صح. يعني واحد بده يعرف حاله كمان انه ما يكون عنده مشاكل يتعرض لها صحيا من وراء البات اللي بالبيت، لانه بيجيبوا الكلب بيقولوا حسست ابني، طلع عنده حساسيه، مرتي ما حبت، كمان زيت القصه بنصير حاملين هالبات وراكدين فيه وين بدنا نحطه لمين بدنا نعطيه. فكمان هذا شغله كثير مهمه. صحيح. هاي بالنسبه لاذا بدهم يجيبوا البات، هيدا مثل ادفايس صغيره قبل ما تنقوا. لو قد ما نقوا اولادكم بدنا كلب او بدنا بسينه، اذا ما كنتوا راضين او اذا في فرد واحد بالعائله عنده مشكله او منه راضي، ما تاخذوا هذا القرار، لانه هو مسؤوليه كثير كبيره وبده وقت. صحيح. يعني بده اعتناء وبده كثير وقت كرمال ليطلع عنا بالنهايه هيدي حياه عمرها 15 سنه، كرمال يقدر يبقى عنا بطريقه منيحه ويربى عنا بالبيت. صحيح. اما بالنسبه اذا جبنا البيت على البيت شو بدنا نعمل؟ رح نعرف شو رح نعمل من بعد الوقفة. مكملين معكم بفقرة باتس ومعي حنا أنطون، وعم نحكي عن التبس اللي لازم تعرفوها إذا جبتوا بابي على العيد أو بسينة أكيد، بس البابي لأنه بياخد تريننج وبياخد وقت أكتر. لكن حنا كنا عم نقول أنه جبنا البابي، أخذنا كل الإجراءات اللي قلناها عنهم، قررنا أنه نحن مؤهلين أنه يكون عنا الكلب بالبيت أو البسينة، بس كمان عم نحكي عن الكلب لأنه بدهم تريننج أكتر. رول نمبر 1، اول شيء اللي هي المشكله الكثير كبيره اللي اكثر شيء بيعانوا منها واللي هي بتكون السبب الاساسي اوقات انه يبعثوا الكلب، اللي هو البوتي تريننج. اليوم بنعرف كثير انه الكلب بيكون بعده بابي، ما بيعرف يعملها وين ما كان، على السجاده لانه هلا شتويه، على الارض، وريبيتيتيف بيصير. عاده الرياكشن بتكون اجريسيف، يعني بيحملوا جريده، بيعيطوا عليه، بيضربوه، وهي هذه شغله اكيد منا هي الطريقه المضبوطه. خلينا نعرف شو هي الطريقه المضبوطه. صح. قبل الطريقه المضبوطه انا دائما بشدد على كلمه تو ادوبت، بليز ادوبشن، ما تشتريوا كلاب. هي اول شغله، لانه ما عم نلحق، ما بقى عندنا محلات نلم كلاب عن الطرقات. هي شغله. الشغله الثانيه انه دائما بنفهم انه نحن كيف بربي ابني، انا لازم اربي الكلب. الكلب ما بيفهم هيك، ما في جيب جريده واضربه على الجريده. ليه؟ لانه اذا لحقوا يعملها الكلب معي 1.6 ثانيه تقدر اعمل له كوركشن. شو هي الكوركشن؟ مش جريده،
الكوركشن هي انه احمله مثل ما هو هو وعم يعملها بهاللحظه ذاتها بحمله بحطه برا. بس حط الكلب برا بيعمل بيخلي هو بس احمله هو منه لحاله بيقطشها اذا بدنا نقول. بتحطيه برا بكفيها برا. بس يعملها برا بتعطيه تريت. بتعطي شيء بينبسط بعدين بصير مع الوقت بصير يطلع فيك وين التريت انا عملتها وين التريت. هون بلشنا اذا وصلنا لهالليفل وصلنا على مشينا على السكه المضبوطه. بس هي ما بتلحق انك تحمله وتحطه برا او اذا كنت عايش ببنايه يمكن بطابق سادس سابع ثامن لبين ما تحمله وتنزله يعني منا شغله كثير براتيك. كيف تعمل بهذا فينا الطريق؟ نعمل شغله نحن بنجيب كيج صغير اوكي على قده للكلب ما بنزربه فيه كل النهار ما في زربه فيه بنزربه كل النهار لا كل ساعتين بظهره بكزره ساعتين بزرب ساعتين بظهر ساعتين وهودي الساعتين اللي زربتهم فيهم من بعد دغري على البيبي كاكا وين تحت الشجرة تحت الشجرة ما كل مرة بنقل شجرة بدلني على نفس الريحة اللي هو شممها قبل بيوم أوكي. كل ساعتين بنزله بعدين كل أربع ساعات بنزله ما بفلته بالبيت ممنوع الفلت بالبيت أنا شيء إنه فلته هو ما بيعرف يعني ما بيعرف وين بده يعملها أكيد ما ذنبه يعني ما فيك تقول له يي مره مدام بالاشرفيه رحت لعندها على البيت قلت لي لك كلبي انا دغري بس عيط عليه بيعرف حاله انه عمل بيبي كاكا بس عيط عليه بيخاف من الصوت بيكون هو بيخاف من الصوت هو بيخاف ما بيعرف قلت له جيبي لك البيت ما جبت لك هي فايته على المطبخ كبيت الميت انا على الارض هون هيك بدون ما هي تشوف قلت لك مدام كلبك عمل بيبي قلت لي شوف هلا كلب بس عيط عليك دغري بيعرف عيطت عليه عمل هيك قلت له شفتي بس لخبرك انا كبيت الميت الكلب ما فهم الكلب عم بيخاف من الصوت والرياكشن أبدا ما بده شيء هي عنده إياها بالغريزة أيه. يعني هو لما بتكون بالبرست فيدينج مع أمه بيخلص من عند أمه أكل بيطلع لبرا بيبعد عنا مترين بيعملها وبيرجع بيجي بيأكل هي عنده إياها بس نحن بدنا نعلمه إياها قد إيه وقت منا صعبة جمعة بتنحل مشكلتك هلأ لما بتاخده على البيبي كاكا بس تعطيه تريت لازم تكزره من بعد شي ربع ساعة ما دغري تطلعه على البيت شو بيفهم الكلب إنه أنا ما عم بيكزروني فإذا خليه يطول بالبيبي كاكا بياخد وقته بصير يعمل بيبي كاكا بعد نص ساعة بيعملها بيرجع بيطلع على البيت عادة الكلاب يعني صح. لازم دغري من أول ما حتى يعني إذا جابوا كلب شوي كبير بالعمر ومنه باتي ترين بيقدروا يرجعوا يعودوه أكيد أكيد هي وعنده إياها بالغريزة بس شوية شغل جمعة ماكسيموم جمعة عم نحكي نحن بثلاث أيام أنا بحلها بالمدرسة عندي أنا بحلها بثلاث أيام مشان هيك بنقول إنه بدها طولة البال أهم شيء طولة البال بدها طولة البال شوية ريسيرش بس شوية سقفة وعي بس على الموضوع مزبوط لا أكثر ولا هيدي أول شغلة في شغلة تانية بيعانوا منها وقت يكون في بابي إنه البابي بيصير ياكل قصص بالبيت صحيح في عندك بياكل شوز جريت بيلاقي ما بعرف كابلات بيكونوا أسنانه يمكن عم يطلعوا أو بدهم يوقعوا صحيح كمان في عنا هالمشكله تبع انه بحب ياكل كل شيء بالبيت واوقات بيكون في دامج بياكل يا شيء كابل مهم يا شارجر يا شوز شو ما كانت الشغله بنعرف انه بحب ياكل كيف فينا نبدل له هالعاده بشيء ثاني 100% نحن اليوم الولد الصغير اذا عمره سنتين بتلاقيه كمان عم بيخرب يعني ما بيفرق شيء عن ابنك الكلب كمان عم بيخرب كمان بكسر ابنك الصغير ابنك الصغير اذا بده يكتشف الاشياء بيكتشف الاشياء بايديه بتمه تلاقي الولد الصغير حط شيء بتمه عم بيدوق وعم يكتشفه عم يلمس عم يتعرف على الاشياء الكلب ما بيقدر يتعرف بايديه كيف بيتعرف بتمه بسنانه بالعض هي عم بينمي الغريزه اللي عنده غريزه العض غريزه انه يعض على الشغله ويوجعها هي عنده اياها غريزه كيف منحل عنا بديل ممنوع الضرب يا جماعه بيجي بيقول لك اضربه كف على تمه بركي بينوجع ايه اوكي بيمشي حاله بس شو بصير كل ما بتعلي ايدك بحط راسه على الارض ما عملنا شيء انا في عندي طاقه الكلب بالبريه كيف بيعيش بالبريه بيروح على الصيد بقوم الصبح بيعمل بيبي كاكا بكفي على الصيد بيركض 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 ورا 10 ارانب من اصل 10 بيلقط ارنب كل النهار شو بكون صار هيدا الكلب البابي بيرجع على بيته عند امه بيرجع تعبان بيرجع ما له خلق يلعب مع اخواته شو معناتها شو اكتشفنا فضينا طاقه كيف فضي طاقه انا بتجيب له ارنب ماني قادر بدي استبدله بشيء بارنب بجيب له حيالله طوي حيالله شيء موجود عندي بربطها بخيط بربطها بحبلة بصير لعبوا فيها بصير لعبوا فيها 9 مرات بالنهار بدي لعبوا فيها كل مرة 10 دقائق 20 دقيقة انت حسب الكاركتير تبع كلبك اذا مالينوا ولا بيشو بيتعب الكلب بس يتعب صار هون صار عندنا كلب عم بيركز معك صار عندنا كلب عم يفهم بتلاقيه هيك بيطلع فيك بيطلع بالكلب بقول سبحان الله انه شو هالروح الحلوة أكيد. يلي قادر يفهم عليك أكيد ما بده شيء كتير هيني بس شوية وعي ما أكتر ولا هلأ وقتا يكبروا الكلاب في كمان أشخاص بتقول أنه كبر الكلب وبس بعده وقتا نفل من البيت ونتركه نجم نلاقيه مخرب أو أكل شيء أو نازع شيء صح هيدي بتكون separation anxiety يعني وقتا يكون ما ضروري صح لأنه عم تحكي صح بس ما كل كلب بيعوي بس نفل يعني separation anxiety ما كل كلب
اوكي بس نقول سبريشن انكزايتي عم نقول مشاكل نفسيه عند الكلب. ما في يكون كلب عمره شهرين وثلاثه واربعه وخمسه ومنه منضرب ونقول سبريشن انكزايتي. سبريشن انكزايتي بس يكون كلب هالقد عنده مشاكل. عم بقول لما يكبر بالعمر. لما يكبر سوري لما يكبر بالعمر ممكن ايه وممكن لا، ما ضروري. مش ضروري. منا بالضروري، هي بس انت شو غناشته ليه؟ لانه نبح الكلب رجعت. بس ينبح رجعت. شو فهم الكلب؟ انه انا بس نبح صاحبي بيرجع، فاذا خليني نبح. لكن ضرب ممنوع. أبداً. بولا طريقة. تفضيل طاقة بس. الطريقة الوحيدة اللي نكون عم نعلمه بالطريقة المضبوطة اللي هن التريتس، لازم على طول يكون عنا تريتس، وأكيد نقي نوع التريت المضبوط، لأنه ما قلنا قاعد بمشكلة كثرة التريتس تكون. فيهم يعملوهم بالبيت؟ أكيد. حتى فيه يكون جزر أو خيار أو شيء. شوية دجاج بتعملهم، بتشيل المي منهم على 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 مكنة بتنشفهم، بصيروا كريسبي. ما بدهم لا فيهم مواد حافظة ولا فيهم شيء. وما بيكلفوك دولار على فترة شهر، انت بدولار شوية دجاج بس، فخد دجاج بتشيله وبتنشفه بس. واكيد كمان في تب، يعني هو تبس كتار، هلا نحن حنجرب نحصرهم بالاهم. صحيح. كمان بدنا نحكي عن شغلة انه ما يطعموا الكلاب كل ما نحن نكون عم ناكل. أبداً. نعطي الكلب خليه يعرف انه عنده وقت معين. صحيح. اللي هو الصبح وعشية. صحيح. كمية هي ذاتها، نعرف النوع شو هو، وهيدا هو بيكون ترم اكله للكلب، غير التريتس اللي بتاخده اذا كان عم بيعمل تريننج. وقتها يكبر بياخد تريت بيكون يمكن مرة بالنهار، بس أكتر من هيك ما لازم يأكل. هلأ أنا 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 أفضل إنه الوجبة الصباحية تكون تريت، بس ما حيلا تريت، يلي هو تريت هيدا الدجاج اللي منشف. أوكي. بيشبع ما بيشبع؟ بدل جعان. أنا شخصياً بس كون عم درب كلب ببيت، أنا بكون الوجبة كلها سوا مضطر مني قادر. بس ما على طول، بس وقت التريننج، فترة التريننج شهرين ثلاثة سنة أيام، أنا الوجبة كلها بتروح تريت، بس ما حيلا تريت. ما بنوع يكون تريت ارتفيسيال، ما بيسوى. يعني عنا عم نواجه مشاكل، بيسبب مشاكل كتير، خاصة عم بيعمل كانسل للكلاب. العظمي اللي فيها عقدة. أنا في مرة عندي الزبون العقدة علقت بزلعيمه. أوف. العظمي الارتفيسيال بجيبه من السوبر ماركت، هاي مشكلة. مثلا اختنق الكلبين مثلا، شو عملنا؟ حتى الأغراض الموجودين بالسوبر ماركت هني ما بتخيل هني الأغراض اللي لازم يكونوا عم يشعروا. بتروحوا عند الفات، الفترينير بيكون عنده هو الأشياء. ومثل ما قلت إنه نحنا فينا نعمل تريتس بالبيت. صحيح. واليوم بلبنان صار في كتير أشخاص عم تعمل من بيوت هوم ميد تريتس، اللي هني هيلثي هوم ميد تريتس. وكتار صاروا. يبقى. الموضوع ما بيخلص حنا عن جد يعني، بس نحنا قد ما فينا منجرب إنه نكون عم نعمل هالتوعية خاصة على موسم العيد. وكمان بدي أعمل تذكير صغير، بليز الطقس كتير ساقعة، الكلاب منا معمولة لتنربط على البالكون ولا لتنترك تحت الشتاء. يلي عم يسمعنا اليوم، إذا كلبك برا أو كلبك برا، بليز حطوهم بمحل آمن مش تحت الشتاء. وإذا كنتوا عندكم جيران عم بتلاحظوا إنه في كلب عم ينترك على محل تحت الشتاء، بليز بلغوا. في كتير جمعيات اليوم تقدر تساعد بهذا الموضوع. حنا بدي أتشكرك كتير على وجودك اليوم. إن شاء الله نكون فدنا المشاهدين بهذه المعلومات. هذه كانت فقرة بس لليوم، رح نروح فاصل ونكمل باقي الفقرات.